السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا، جبت لكم طريقة تحضير القهوة سريعة وسهلة. تابعوا معي. إن عندنا المكونات ديالنا، عندنا تحتاج السنيدة، وغادي نحتاج القهوة اللي غنخدم بها، عندنا الفنجان، وعندنا العصارة، وكنحتاج شي قنينة باش نخلطوها. هنا غادي نوضعو قياس ديال الماء اللي غنحتاجو كما كتشوفوا. من بعد غادي نضيفو دابا، نحاولو كومبريسيو، نضغطو عليها بشوية، الآن من بعد ما عمرنا غنسدوها وغادي نوضعوها فوق النار حتى تطلع لينا واحد الكوش الأولى هكا كما تشوفو. تنحتاج ناخدو منها هي اللي غنحتاجو. هنا غنوضعو جوج معلقات السنيدة صغار ونص، وغادي نوضعو غير قياس نص كاس تقريبا اللي غنحتاجو باش التخليط. غنسدو القنينة ديالنا وغنبداو نحركو مزيان حتى تطلع لينا لاموس. هانتوما غتشوفو دابا لاموس كيفاش غتهبط، هاي كتهبط تقيلة وهائلة والله. إلا يوميا كتستعملها بحال جالس في المقهى. من بعد غادي نضيفو القياس اللي تنحتاجو، مثلا واحد القياس ديالو. هانتوما غتشوفو لاموس كتلعب هائلة. الصحة والراحة، ونتمنى تعجبكم هاد الطريقة.